تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن جسد الشهيد المجاهد آية الله الشيخ نمر باقر النوم مثال العالم العامل الذي يدور عن حياض الأمة ويدافع عن المستضعفين إعلاء لكلمة الحق والمبادئ الإسلامية والإنسانية. فقد كان شيخنا الشهيد مجاهداً على مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والإنسانية مستخدفاً في ذلك مختلف الوسائل المناسبة، وإن بلغت من الخطورة ما بلغت فهو مع المؤمنين رحيم وعلى الأعداء شديد. لقد صرح الشهيد آية الله النمر بصوته في زمن هدأت فيه الأصوات وثار عندما خافت وسكتت الناس، فكان مصداقا لأبي ذر وميثم التمار يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومثل أبي ذر وميثم التمار لا يموت لأنه عبارة فكرة والفكرة مجردة عن عالم المادة، فالرجل قد يعدم أو يعتقل أو يغير، أما الفكرة فإنها لا تموت ولا تشعر ولا تتغير. ختاماً ندعو الشعوب الحرة وأصحاب الضمائر إلى قراءة فكر الشهيد، ونطالب الجميع بالعمل الدؤوب من أجل استعادة جسمانه الطاهر، والله ولي التوفيق.